بحضور أسرة الملاكمة المغربية وشخصيات رياضية، تم الاحتفال بالبطلة خديجة المردي مع منحها منحة خاصة بعد الإنجاز الغير المسبوق الذي حققته في بطولة العالم بروسيا قبل أقل من أسبوعين بإحرازها نحاسية في الوزن المتوسط. هذا الحفل فرحني بزاف، بحضور يعني صحفيين، بحضور جمهور مغربي، بحضور شخصيات من فعالية من الجامعة الملكية المغربية، وكنشكر من هذا المنبر الجامعة الملكية اللي كترأسها سي جواد بلحاج الله يشافيه. الحمد لله، يعني هذه الفرحة اللي كنحس بها دابا بهذا الحفل هذا اللي حضروا فيه الناس كاملين اللي كنبغيهم وكاع الناس اللي كيبغوا خديجة المردي، كنقول لهم ان شاء الله كما هذا الحفل هذا جبنا في البرونزية الدار غيدار حفل كبر من هذا ان شاء الله في ميداي دوغ. هذه الأمسية الاحتفالية بخديجة المردي كانت مناسبة أيضا للمكتب الجامعي لتكريم وتتويج عدد من الملاكمات والملاكمين الآخرين الذين تألقوا في بطولة العالم والألعاب الإفريقية، كما تم توزيع مجموعة من المنح التحفيزية للأطر التقنية للمنتخب الوطني. خديجة المردي جاء في هذا الوقت لدعم الملاكمة النسوية وهذا الإنجاز اللي هو أول مرة في تاريخ الملاكمة امرأة كتشرف المغرب وكدي ميدالية برونزية في بطولة العالم، وأنا كان وعدكم إلى بقات خديجة غادي مستمرة في التدريب ديالها بأن الإقصائية ديال الأولمبية ديال السنغال غتقول الكلمة ديالها، وحتى في طوكيو إن شاء الله غتقول الكلمة ديالها. أنا فرحان اليوم في الحفل ديال التتويج بخديجة ميدالية نحاسية، والفريق ديالنا فرحان بالإنجاز خديجة المردي أول عربية تاخذ ميدالية نحاسية في رياضة الملاكمة، وحنا اليوم جايين نحتفلوا معها وحنا فرحانين بزاف. كما قال لك لعبنا شابنا دافريك وخداو الاولاد برومين بلاس والناس برومين بلاس، حنا الحمد لله في رياضه الملاكمه في افريك معروفين حنا الاولين. خديجه المردي كانت اذن عروسه الليله، والحدث من شانها ان يشكل حافزا مهما لها ولجميع الملاكمين والملاكمات لبذل مجهود اكبر بحثا عن مزيد من الانجازات في المحطات المقبله، خصوصاً الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.